تعبئة قوية وجهود حثيثة يبذلها المكتب الوطني للمطارات عبر مطار مراكش المنارة الدولية من أجل ضمان استقبال أفضل للمشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بمدينة مراكش في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 من أكتوبر الجاري. بعض الشركات فقاموا بزيادة عدد الرحلات وزادوا رحلات جاية من الوجهات اللي ما كانتش عندنا في مدينة مراكش اللي داروا خصيصا لهذا الحدث هذا. ومن أجل الاستقبال الجيد لأزيد من 14,000 مشارك من 190 دولة عضوا في هاتين المؤسستين الدوليتين، لم يذخر المكتب الوطني للمطارات جهدا لا سيما على مستوى الموارد اللوجستية والبشرية. المغرب معروف بالترحيب وكرم الضيافة، وهذا الشيء ركزنا عليه بزاف، ركزنا على تم تعزيز الموارد البشرية وركزنا على مسألة الترحيب والتشوير ومساعدة الناس وإرشادهم داخل جميع المسالك. ولم يدخر المكتب الوطني للمطارات جهدا لتحسين البنية التحتية للمطار بشكل فعال ورفع جودة الخدمات المختلفة المقدمة للزوار بغية تعزيز صورة المملكة وجعل مطارات المغرب نموذجا حقيقيا يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها البلاد في المحافل الدولية الكبرى.